إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن شكره زاده، ومن آوى إليه آواه، ومن خافه أمنه. قال جل وعلا: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والتقوى عباد الله كلمة عظمى وعروة وثقى، وهي خير الزاد في الدنيا والأخرى. عباد الله، لا يزال حديثنا متواصلا في بيان أصول هذا الدين، أو في بيان أصول لهذا الدين وما يناقضها، إذ قد ذاع في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام والمسلمين وأرض الإسلام، وليس له من ذلك إلا اسمه، بل ولا يعرف من الإسلام إلا رسمه. وأما أصله ولبه وفرضه وركنه وما يتبع ذلك من فروعه فهو عنها بمنأى. ففي كثير ممن ينتسب إلى الإسلام يقع منه المعارضة لأصول الدين والوقوع في نواقضه. وبناء على هذا، كان لزاما من البيان لهذه الأصول وتوضيحها وبيان ما يناقضها، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأفضل من ذلك قول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه البخاري. عباد الله، ذكرنا أن من وصول هذا الدين، بل هو أصله الأصيل، الشهادة لله بالوحدانية، ولرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجرى الكلام على الشهادة الأولى، حيث ذكرنا معناها وشروطها وشرعنا في ذكر ما يناقضها، وذكرنا من هذه النواقض الشرك بالله جل وعلا، واتخاذ الوسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم، وعدم تكفير المشرك أو أن يشك المسلم في تكفيره أو أن يصحح مذهبه. ومن النواقض عباد الله من يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل من هديه عليه الصلاة والسلام، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه،
كالذي يفضل القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر على حكم الله جل وعلا وعلى حكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا والله عباد الله لأمر عظيم وأمر جلل أن يقع مثل هذا، أن يقع مثل هذا ممن يدعي الإسلام وينتمي إلى الإسلام فيرى وينتمي إلى الإسلام فيرتمي إلى غير أحكام دين الإسلام ويرتمي إلى غير ما جاء به رسول الأنام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. بل ومنهم من يعتقد أن هذه الأحكام، أن هذه الأحكام الوضعية التي هي من بنيات أفكار البشر وقد تكون معارضة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعتقد أن تلك القوانين والأحكام، أن تلك القوانين والأحكام يعتقد تفضيلها أو حسنها أو مساواتها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان هذا هو هذا حاله عباد الله فماذا ترك تاما من بناء الإسلام؟ وما الذي يسلم له، وما الذي يسلم له من أركان الإسلام وهو يرى تفضيل حكم غيره عليه؟ وأين هذه العقول من العقول؟ وكيف يدين بدين ثم يستمد التعاليم والأحكام في حياته بجميع نواحيها من غير دين الإسلام؟ وهل هذا إلا ما عليه النصارى من قولهم دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر؟ بل ومنهم من يتجرأ أكثر من ذلك فيرى تلك الأحكام أفضل من تعاليم الإسلام. عباد الله، شهادة أن لا إله إلا الله لها شروط ولها مقتضيات، ومن تمام شروطها وقد سبق ذكرها محبة ما جاءت به هذه الشريعة وما جاءت به لا إله إلا الله، محبة من غير بغض وقبول من غير رد وانقياد من غير ترك ويقين بها من غير شك. وإلا فكيف تصح شهادة امرئ وهو يرى تفضيل أحكام غير الإسلام على أحكام الإسلام؟ والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول جل وعلا مخاطبا النبي وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ويقول جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، ويقول جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ويقول جل وعلا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مفسرا لهذه الآيات أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم، بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك، أي بهذا الكتاب العظيم وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه، أي بهذه الشريعة. هكذا قال ابن كثير، قال هكذا وجهه ابن جرير بمعناه، انتهى ما نقله رحمه الله. ثم أعاد قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فقال الحافظ ابن كثير تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه، وقوله واحذرهم أن يفتنوك، قال واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك، أن ينتهون به إليك من الأمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خولة، انتهى كلامه. فكيف بمن يدعي الإسلام ويريد أن يحكم
وأن يحتكم إلى غير تعاليم الإسلام. وقوله تعالى فإن تولوا، قال الحافظ ابن كثير: أي أما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله. قوله عز وجل: فأعلم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو أكثرهم فاسقون. قال ثم ذكر أن أكثر الناس فاسقون، أي خارجون عن طاعة ربهم، مخالفون للحق، ناهون عنه أي بعيدون عنه، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا ومفسرا لقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وهكذا هو حكم الله تعالى وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، هو من حكم الله عز وجل، إذ أن الله أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله. فحكم الله وحكم رسوله يشتمل على كل خير وينهى عن كل شر. قال: وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير مثلا على ذلك مما فعله التتار، حيث جمعوا شريعة وأمروا الناس بلزومها، وجمعوا فيها من بنيات أفكارهم وشيئا من النصرانية أو اليهودية أو غيرها من الأديان، واقتبسوا شيئا من أحكام الإسلام وجعلوه دينا وشريعة يمشي الناس عليها. فذكرهم الحافظ ابن كثير مثلا على ذلك، ثم قال رحمه الله: قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين. قال جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بل والله هو تبارك وتعالى أحكم الحاكمين، فحكمه جل وعلا فيه كل العدل وكل الفضل وكل الخير، وبعيد وناهي عن كل شر. فالخير ما أمر الله عز وجل به، والشر ما نهى الله عز وجل عنه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: كل مسألة كان فيها عدل فثم شرع الله، وكل مسألة أو قضية أو حادثة خرجت عن العدل إلى الجور فليست هي من حكم الله تبارك وتعالى. قال: أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها. قال صلى الله عليه وسلم: وقد رأى امرأة وقعت في السبي تبحث في الأموات وتبحث في الناس، حتى إذا وجدت صبيا ضمته إلى صدرها وجعلت ترضعه على مرأة من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة ملقية بولدها في النار؟ قالوا: كيف يا رسول الله وقد وجدته وضمته وترضعه؟ قال: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها، لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. ومن رحمة الله جل وعلا هذه الأحكام وهذه الشريعة التي أنزلها على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتي لو تحاكم إليها الناس وحكموها وحكموا بها لقامت لهم دولة الإسلام، ولا أبدلهم الله أمنا بعد خوف، ولا أبدلهم رغدا بعد ضيق، ولمكن لهم دينهم بعد أن كان غيرهم عالٍ عليهم، بعد أن كان غيرهم عاليا عليهم.
قال: فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء. وهل ثمة من البشر ولو اجتمعت كل دول الأرض هل يصلون إلى العلم بكل شيء والقدرة أو القدرة على كل شيء أو العدل في كل شيء؟ لا والله، لو اجتمعت كل القمم وكل الأمم ما وصلت إلى أدنى شيء من هذه الأشياء. فكيف تقدم أحكامها على أحكام الله جل وعلا الذي علم بكل شيء وهو القادر على كل شيء وهو العادل في كل شيء؟ روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عز وجل ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري كما ذكرت. فمن أبغض الناس من يبتغي سنة الجاهلية في الإسلام بعد أن من الله عليه وفضله وأحباه وأكرمه ورحمه بهذه النعمة ألا وهي نعمة الإسلام، ثم هو يبتغي سنة من سنن الجاهلية، فهذا من أبغض الناس إلى الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، إن مما يجب على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعتقد كمال هذا الدين، وأن أحكامه هي أحسن وأكمل وأعدل الأحكام، كما قال جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولقد كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه إذا خطب في الناس، كما روى ذلك مسلم من حديث جابر، أن يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام وأحكامه هي خير الهدي وخير الأحكام. ولذلك لا يتم ولا يسلم إسلام العبد إلا بذلك. قال ربنا جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهي ثلاثة أمور تعد من تمام الإيمان، والذي فقدها فهو فاقد للإيمان. إذا وقع التنازع فالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامتثال بين يديه حال حياته صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان الصحابة الكرام، وبالرجوع إلى شريعته كتابا وسنة بعد موته صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك بحسب، بل لا يجد المتحاكمان في أنفسهم من قضائه حرجا، بل ويسلم لذلك القضاء والحكم تسليما. فأكد التسليم بمصدر مؤكد للمعنى، فأن يكون مسلما منقادا. ومن تمام ذلك الحب والرضا والانبساط بحكم الله تبارك وتعالى. وهذا التسليم عباد الله هو الذي كان عليه الصحابة الكرام، ولهذا كانوا أفضل هذه الأمة، وكان لهم ما ليس لغيرهم. فها هم رضوان الله عليهم يتعاملون في تجاراتهم وهم أصحاب الأرض، فكانوا يتعاملون بالمزارعة، ويكري أحدهم الأرض
للآخر، فيقول إذا أنتجت الأرض فأعطني منها مقدار كذا، أو إذا أخرجت الأرض كنوزها فإني آخذ ذلك الجانب مثلا، ولربما تنتج الأرض ولا يخرج إلا ذلك الجانب فيأخذه المشترك ويقع الظلم على العامل، ولربما يخرج مقدارا هو ذلك المقدار الذي اشترطه رب الأرض صاحبها ولا يكون للعامل بعد ذلك شيئا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، فهل راجعوه؟ وهل اعترضوا عليه؟ وهل قالوا هذا هو الخير لنا والأنفع؟ قال رافع بن خديج رضي الله عنه فيما رواه مسلم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، عن أمر كان، أي هذا الأمر لنا نافعا. ما هو؟ كراء الأرض ومزارعتها بالطريقة التي كانوا عليها. قال: وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وصدق والله والذي لا إله غيره، فإن طاعتك لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام أنفع لك دنيا وأخرى، ومن جرب وجد، ولربما يبتليك ربك جل وعلا ليرى منك وهو أعلم بك طواعيتك له جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أبشر بعد ذلك بطمأنينة، أقول أبشر بعد ذلك بسعة الدنيا، بل قد يكون وقد لا يكون، لكن أقول أبشر بعد ذلك بطمأنينة وسعة صدر وسكينة وسعادة تغبط عليها بل يغبطك عليها ملوك الأرض جميعا. وما ذاك إلا من باب استجابتك لله جل وعلا ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ولربما ما يجعل الله في قلبك أفضل مما يجعل في أيدي الناس من المال، ولربما يعطيك من المال ما شاء الله جل وعلا يعطيه. وما أمر تلك المرأة التي خطب النبي صلى الله عليه وسلم على أهلها رجلا ليزوجوه تلك المرأة، فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا رسول الله طلبها فلان وفلان وفلان، فما أعطيناها ونعطيها لجليبيب، فأعطوه إياها بعد أن دفعتهم هي إليه، فكان لها من الخير ما كان. وجاءت المرأة تستشير النبي عليه الصلاة والسلام: خطبني فلان وفلان، فأيهما أنكح؟ قال: انكحي فلان ثالث. فقال فوجدت في نفسها، ثم فعلت ما أمره صلى الله وما أمرها صلى الله عليه وسلم، قالت: فوجدت فيه خيرا عظيما، فرضوان الله تعالى عليهم. وها هو مسلم أيضا يروي لنا حديثا آخر من حديث أنس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يلقحون، تلقيح النخل بأن يشقق الإبار أو طلح الأنثى ويوضع فيها ذكر النخل فتلقح النخل، كان هذا من عاداتهم رضوان الله تعالى عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعلوا لصلح، لو لم تفعلوا ما في حاجة أن تفعلوا هذا، حتى هو يصلح يصلح، فعلتم أو لم تفعلوا فتركوا. قال: فخرج شيصا أي فسد التمر، فمر بهم فقال: ما لنخلكم ما به التمر؟ طلع شيصا ليس جيدا، قالوا قلت أي أنس كذا وكذا، أي تركوا التلقيح لما قلت ما قلت يا رسول الله، وهل اعترضوا؟ لا والله. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أشار عليهم فامتثلوا مباشرة، ثم بين لهم بعد ذلك أن ما كان من أمر معاش الدنيا ونحو ذلك فإنهم يعملون فيه بالذي يرونه وما اعتادوه وما سار على عرفهم ما لم يكن مخالفا لدين الله تبارك وتعالى. ومع هذه النصوص كلها التي أوردناها وغيرها كثير يضيق هذا الموضع عن صدها. كل هذا أقول رغم كل هذا لا تزال طائفة من الناس يا
يتنكرون لدينهم ولا يتحاكمون إلى تعاليمه ولا إلى أحكامه، بل يلجؤون إلى القانون الوضعي أو إلى قوانين وضعية غربية من نساج أفكار الكفار، فيمتثلون لها امتثالا كاملا تاما. والعجب كل العجب عباد الله أن أولئك الكفرة إنما أخذوا جل قوانينهم بل كثير منها من تعاليم شريعة الإسلام. وهذا نابليون الذي يلقب بأستاذ القانون ويقولون هو أول واضع له، يقولون هو أول واضع له، يقول علماؤنا إن قانونه الذي سطره في حقبة زمنية مضت 70% منه إنما هو من فقه الأئمة المالكية، و30 منه إنما هي تعاليم ومراسيم ملكية ليس إلا. ثم يأتي المسلم عوض أن يأخذ أحكامه من كتاب الله الذي ملأ مساجدنا وبيوتنا بل وكثير من قلوب منا، ولكن لا يتحاكمون إليه، فلا عوض أن يأخذ الأحكام من شريعته يذهب إلى قانون نابليون ليأخذ منه ما هو موجود عنده في كتب علمائه وفي شريعة الإسلام. ومن أراد الأمثلة على هذا فهي كثيرة وكثيرة جدا، سواء ما تعلق منها بالاقتصاد أو التجارة أو مجال التوثيق أو الشهادة أو القضاء أو الجوار أو أحكام الشوارع أو البيوع أو نحو ذلك، كله أخذ من شريعة الإسلام وبالأخص من فقه الأئمة المالكية. وننظر عباد الله إلى العالم الغربي وما يعيشه من اضطرابات نفسية وروحية وعقدية وعائلية واجتماعية، إذ ليس لهم هذه الشريعة التي ندين بها نحن لله رب العالمين، بل قد حل بهم ما حل بهم في الآونة الأخيرة من النكبة المالية، وذلك من جراء التعاملات الربوية. فصرح عند ذلك غير واحد منهم أن أحسن نظام مالي هو ما تتعامل به أو ما هو مسطر في شريعة الإسلام. ومع ذلك لم يرجع بعض أهل الإسلام في وقف التعامل بالربا، ولم يرجعوا إلى تعاملهم بما في شريعتهم من أحكام عظيمة. ولما أصاب الغرب ما أصابها من هذه الأزمة المالية ظهر لهم أن المخرج منها أن يوقعوا بلبلة في أوساط الأمة الإسلامية، فأثاروا فيها النعرات وأوقدوا فيها الفتنة والشعارات، واستفادوا من وراء ذلك ما استفادوا، وأعانهم من أعانهم من أذيانهم، والله تبارك وتعالى يجازي كلا بما عمل وقدم. والحاصل عباد الله أن الواجب على المسلم والمسلمة تعظيم وتقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الواجب على المسلم والمسلمة تعظيم وتقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد كماله وأنه خير الهدي. فهذا من مقتضيات كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله تبارك وتعالى نسأل أن يبصرنا بديننا وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وعليك اللهم بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وكما نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يذهب عنهم الغم والهم، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. الله.